بكم من جديد. قبل ما نخوض في مسألة إصلاح الإدارة، كنت تصورات كل نائب مترشح في الانتخابات التشريعية هذه، نوصل معك حبيب وناجي في المسائل السياسية وأسئلتكم للسادة الحضور. نبدأ بك ناجي، تفضل. قبل ما نطرح الأسئلة ما عندي توضيح. أنا الحقيقة ضد ما يقال أن نتائج الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى هي نهاية الأحزاب. الناس تحدثت على زلزال، الناس تحدثت حكيت على سقوط الأحزاب ونهاية الأحزاب، مش صحيح. لأنه شفنا تجربة البلديات اللي فازوا فيها المستقلين تقريبا يعني بالمراتب الأولى، اليوم بعد تقريبا عام ونص أو بعد عامين نشوف المستقلين، وهذا موش قدح في كفاءة وفي نجاعة المستقلين، نشوف بعض البلديات اللي شادينها المستقلين. يعني المسألة التجربة تحتاج إلى تقييم. دوك ما يلزمش نشيطوا الأحزاب، لأن الحياة السياسية قائمة على أحزاب وأيضا على المستقلين يلعبوا دور. الإشكال اللي وقعت فيه الأحزاب، ومنه حزب نداء تونس وحتى حركة النهضة وبرشا أحزاب أخرين، أنهم همشوا الشباب نتاعهم، أنهم ما عرفوش يأطروا الشباب اللي دخلوا الأحزاب هذه، أنهم ما استمعوش إلى طموحات وإلى أمال هل الشباب، أنهم حتوا عملوا براج كبير بين الشباب وبين طموحهم. من حقهم الشباب أنهم ياخذوا مناصب الساعة أولا ومواقع حتى في الصفوف الأولى على سلام معناها في الأحزاب، ومن حقهم أيضا أنهم يترشحوا إلى مناصب سياسية. عندي سؤال الحقيقة، مش نوجه للسيدة بسمة والسيدة هاجر. تفضل. تجربة الـ 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 المستقلين شفناها في مجلس النواب، ونتكلم أنا قدام بحضرة السيدة النائبة، ما عطاتش حاجة كبيرة. المستقلين ما لعبوش دور مهم جدا في مجلس 2014-2019. شفنا بعض المستقلين تم استقطابهم من أحزاب وكتل برلمانية، دونك فقدوا صفة الاستقلالية. قعدوا بعض المستقلين محافظين على استقلاليتهم، لكن بأي ثمن، لأنه راهو قدام ماكينة التوافقات وماكينة ماكينة الاستقطاب وماكينة التوافقات اللي خاصة اللي تصير تحت الطاولة في الكواليس. المستقلين عادة ما ينصمدوش، يبدو لي هكا. سؤال مباشر ناجي، نجاوب مباشر بما أنه بجنبي الأستاذ ناجي، كان تسمح مدام بسمة. حبيت ساعة قبل كل شيء نعقب على الكلمة. احنا كي نحكيه نذكري على الأحزاب واللي صار من الثورة ورجعنا، لا نشيطن، نحن نقيم لأن عندنا الحق في بلادنا كما هو عندهم الحق في بلادهم. عندنا الحق وإحنا قلناها، تونس تستحق ما خير. عندما نقيم الأشياء نحن لا معناتها نشيطن أحد، بالعكس احنا نتشرف ونترحموا على الشهيد شكري بلايد، نترحموا أيضا على شهدائنا الكل والأحزاب اللي خدمت باش نبنيوا عليها، باش نبنيوا ونحسنوا الأخطاء وباش نبنيوا حاجة رؤية جديدة لبلادنا. فقط هذا التعقيب. بالنسبة زادة مدام وفاء قالت معناتها فما حاجات في المجلس، احنا الحاجة هذه حطيناها على الطاولة من قبل ما ندخلوا حتى في غمار الانتخابات، اللي هي الالتزام ضد السياحة الحزبية. هذه احنا انا كتونسية شابة صوت للحزب الفلاني، نلقى غدوة النائب متاعي في جبة اخرى في حزب اخر. انا من نهار الاول التزمت على الشرف، لا أريد هذه السياحة الحزبية، لن أقوم بالسياحة الحزبية. وهذا زاد إجابة معناتها جانب منه إجابة الأستاذ ناجي، احنا ما نعملوش السياحة الحزبية ولن ندخل تحت جلباب أحد. احنا مستقلين وسنبقى مستقلين. حتى حاجة أخرى بالنسبة للحسنة الحزبية، ورينا شبهات الفساد اللي صارت، ورينا التكالب على المجلس النواب، ليس رغبة في خدمة الشعب بل هو للحسنة الحزبية. احنا الحسنة البرلمانية، الحسنة البرلمانية ملتزمين على الشرف، لا نريدها، نحن لا نريدها امام المواطنين. نحبوا الفرصة باش نخدموا. جست باش نرجع على البلديات. البلديات لماذا قمنا بانتخابات البلديات؟ لان الاحزاب اللي فازت في الدور الاول فشلت، ولهذا مررنا الى اعادة البلديات وسقطت البلديات. عندنا بجنب في باردو اكبر، معناها اكبر بلدية طاحت ودخل المستقلين في كل بلايس. يعني الفشل، وإلا نقول نحطوا كاسكيت على المستقلين لا يعرفون الإدارة، ليس هذا هو مربط الفرس. مانيش نتحدث على فشل المستقلين، أنا قلت شوفوا التجربة، تجربة المستقلين في البلديات راهي ماهيش الكلها ناجحة. راهو اليوم نحتاج إلى تقييم
وجود المستقلين لا لا سافا دو سوا والاكزامبل اللي جبدته نتاع بلديه باردو معناها مثال حي معناها نموذج على صراع على حزب والمستقلين. بلديه باردو تابعه تونس اثنين راهو مش تابعه المنوبه مش يغلطوا المشاهدين. اكيد انا نحكي على تونس الكامله انا صحيح رئيس قائمه يعني منوبه ما نحكيو على تونس كامله. يعني حبيت نقول راهي انا مع معناها دخول المستقلين في الانتخابات الكل سواء كانت تشريعيه او رئاسيه او بلديه. لكن خلينا روان يعني فما سياسي فرنساوي قال مره رام ليزانديبوندون نخاف ولا نلقاوهم اكرازي بار الكتل الحزبيه الكبيره لان صوتهم خافت ضعيف ما يتسمعش برشا صوت الاحزاب وصوت الكتل يتسمع اكثر في بس خفيف عندك متعلق في الموضوع هذا اللي قالوا توا تفضل تفضل شفت الشباب حماس الشباب هذا الشباب ما يصبروش عندك المستقلين ينجموا يكونوا سيفري يعني يغطيوا عليهم الكتل ولكن ايضا فما وضعيات سياسيه شفناها في العالم ومرات حتى في تونس هاك الكتله الصغيره بالكل من المستقلين ولا غير المستقلين تولي هي تحكم في سير البرلمان الكل. علاش؟ على خاطر هي اللي باش تطيح الكفه لجهه دون جهه. معناها انا شنو نحب نقول بهذا؟ نقول ما نستهانوش باي نائب باش يطلع زوز ثلاثه وحدهم كتله كبيره كتله صغيره. المهم انه النواب يكونوا مقتنعين ببرامجهم، برامجهم تكون مباشره مع الناس، يكونوا في اتصال مباشر مع الدوائر اللي انتخبتهم، ويكونوا على ذمه مناخبيهم في المراقبه والمحاسبه. جوستمون احنا بس ما خلفاوي قعدنا نحكيو فقط على الشباب المستقل، لكن وين الشباب داخل الاحزاب؟ انه يكون في الصفوف الاولى، انه يمارس المسألة. والله خساره ما جبتش نسيتها في الكهرباء الفلاير نتاعي، اما انا رئيس قائمه، انا اكبر واحده فيهم. راه مانيش كبيره ياسر راه 50 سنه. انا اكبر واحده فيهم كلهم شباب بالفعل ما تتراوح الاعمار ما بين 22 و 28 سنه الكل. عندنا انا رئيس قائمه ولكن ومعايا اربعه اناثي اخرين اربعه نساء اخرين ومعنى احنا خمسه نساء واربعه اولاد يعكسوا من كل تونس واحد معناها اللي من الكباريه اللي من سيدي حسين اللي من كل واحد يمثل جهه كل واحد يمثل معتمديه خاطر عندنا 11 معتمديه لكن على الاقل حاولنا نكونوا كلنا ممثلين المعتمديات حتى كل واحد يحمل هم المعتمديه اللي هو فيها وحتى في تنقلاتنا توا كيف قاعدين نمشي ولقيتها معناها المساله تريز افيكاس علاش خاطر هو يعرف وين نمشي مع شكون نحكي اسهل برشا في جست حبيت نكمل فكره التمثيليه تمثيلية النائب خاطر الناس ماذا بيها تفهم شنو هو النائب وشنو اللي يعمل يلزم يفهموا اللي راهو النائب باش يمثل لك انت طلباتك المباشره في المجلس هذاك دونك يلزم نائب ساعه اللي فاهم شنو اللي فما ويلزم النائب هذاك يعرف شنو اللي فما وان بليس يلزم يعرف يعارك على مشاكلك ومشاغلك يعارك جودي بيان يعارك على خاطر فما في وسط المجلس جوستومون المستقلي اللي كتل حزبية مختلفة. اش معنى يا كتل؟ اش معنى أحزاب مختلفة؟ الأحزاب عادة على شنو تختلف؟ تختلف على برامج سياسية اقتصادية واجتماعية معناها رؤية معناتها تصور معناتها واحد يقول لك أنا نحب سبيتار الكل سبيتار عمومي الكل مهما كانت الوضعية والآخر يقول لك أنا نحب شوية عمومي وشوية كلينيكات والآخر يقول لك أنا نحب الدواء والصفقات تتعدى على الدولة الآخر يقول لك حرر وسيب الدولة خلي الصفقات مفتوحة للناس كل وهذه رؤية اقتصادية مختلفة على ذلك يلزم الناس تعرف شكون باش تنتخب تبدأ تعرفه مباشرة وتعرف رأيه في هذا كل وتراقبه هذا الأهم. حبيب عجيلة تفضل بسرعه نشير الناجي انه فشل البلديات مش على خاطر مستقلين واحزاب اي على خاطر البلديات ما زالت تخدم بالوضع القديم الباب السابع ما طبقش بالضبط اللي هو قائم على تفتيت السلطه وتفكيكها لا علاش لانه الطبقه السياسيه التقليديه مركزه وشاده صحيح وما عينهاش باش تسلم في السلطة نتاعها للجهات وهذا الشباب ركزوا على الجانب هذايا وقيس سعيد في بشكل أو بآخر داعب هذا الحلم أنه سلطة مركزية مترهلة في الدولة ومترهلة في الأحزاب تحب الآن الشباب يحب يوزع على صوت نقص كنت فاهم الوقت مش ترهل الدولة ماذا بينا نصحوه ونقويوه مش نحيوه ونعدمه نعم ماذا نعم. بينا الدولة لأنه اللي يعيش خارج الدولة راهي غاب وراهي يولي قانون آخر يحكمنا الدولة هي الضامن الوحيد
أنك باش تكون تحت سقف متعادل فيه أنت والناس الكل، مؤسسات وعلوية القانون هي الضامن الأعلى. لكن باش نخرجوا من الكادر هذايا رانا باش ندخلوا في غابة ويولي البقاء للأقوى. نعم ما عندوش علاقة بالحكم المحلي، انت ضري استاذة في القانون تعرف الدستور، ما عندوش علاقة يعني ليس كسر للدولة، هو تقوية للدولة بإعطائها شحنة جديدة. اليوم أزمة الديمقراطية التنفيذية في العالم الغربي قاعدة متجهة نحو تدعيم الديمقراطية بمزيد من الديمقراطية عبر النزول إلى ما يسمى بتوزيع السلطة، وهذا هو جوهر الديمقراطية. جوهر الديمقراطية هي أن نوزع السلطة لماكسيموم، بمعنى أن المركزة والدولة الممركزة انتهت مشيت من اللي طاح الاتحاد السوفيتي ومن اللي بدأت تدخل الأزمة متاع الديمقراطية الغربية في مأزق حقيقي، واللي صار في فرنسا وجيلي جون وكذا الكل خلى الفلاسفة متاع السياسة ومتاع الديمقراطية يقولوا يا جماعة رأي ديمقراطيتنا في خطر، ما عادش تلبي حتى شيء. ثاني وهذا مسألة مهمة، قضية البرامج الآن لا معنى لها. أنا البارح قلت عمركم ريتوا واحد معناها ناخب واقف قدام الواحد البيان الانتخابي يقرأ فيه وفاة والله باش تعمل ثلاثة قناطر والأخرى باش تعمل قنطرة ونص. دونك لا، الانتخاب الآن يا ناجي يتم على أساس تجديد الطبقة السياسية. اليوم الخطاب الرئيسي، اليوم الرهان الأساسي لهذا الناخب، وهذا شفناه في الرئاسية وبشوفوه في التشريعية، هو أنه يريد أن ينتخب طبقة سياسية جديدة. علاش؟ تعرف علاش؟ لأنه مقولة البرامج اللي تدوخ، اسمعها، البرامج اللي تدوخ النهار 14 من غدوة بدأوا يأكلوا في بعضهم، ما مسهم حد، ما عرضهم. ظهرت القضية عند الناخب أنه المسألة مش برامج، المسألة شكون انتخبنا، ولا يشوف فيهم قدامه ويأكلوا في بعضهم، يطيحوا في قدرهم، يكشفوا في ملفات بعضهم. دونك قال لك هذه مش طبقة سياسية، أنا انتخبت على برامج. أين برامج؟ اليوم موجهين إلى الأشخاص، والتوقعات تقول أن المستقلين مش يكونوا موجودين. إيش معناها مستقلين؟ مستقلين وشباب. ستدير رسالة مرة أخرى على أنه السياسة مش برامج. البرامج راهو تمشي اليوم المركز دراسات تو يعطيك تونس إيش لازمها وشنو هو الميزانية بتاع الأزمة الحقيقية اللي يعيشوها التوانسة وحسوها الشباب اليوم هي طبقة سياسية عليها أنها تروح تمشي قاع، قالوا تزيرية الكل. وهذاك علاش خطاب الشباب الآن والنوعية جديدة متاع توا ياسين العياري اللي عمل أمل وعمل أعطى صورة جديدة للعمل النيابي اللي الشباب عجبوا. قداش عمل من سؤال، قداش تبع من قضية، كيفاش يهبط. هذاك هو الشاب اليوم لم يعد محتاج إلى هذاك السياسي اللي قاعد، فهمتي، ولا ما نشوفوه يعارك وما نشوفوش أعصابه معناه مهزوزة إلا وقت اللي يتعاركوا مع بعض. الرهان اليوم هو على تجديد الطبقة السياسية، وللأسف هذا ما سيقع رغم أنف الأحزاب. باش نرجعوا المسألة وفقرة اسأل النائب مجدي حسن، أكيد عندك أسئلة باش توجهها للسادة الحضور، لكن قبل ذلك تقرير لزميلنا ناجح فرحي ثم نعود. بعد 2011 تحدث الجميع على ضرورة إصلاح الإدارة، لكن على أرض الواقع كانت هالخطوات إما غايبة بسبب فقدان مقاربة واضحة للإصلاح، وإما بطيئة بسبب تغلغل لوبيات الفساد في الدولة وضعف الإرادة السياسية في التصدي لها. وفي ظل تعثر الإصلاحات تعيش الإدارة التونسية حالة تهرم وصعوبة في استقطاب الكفاءات، وتعاني عديد الإشكاليات، منها ما يتعلق بالحوكمة والقيادة والتكليف بالخطط الوظيفية والتصرف في الموارد اللوجستية والبشرية، ومنها ما يتعلق بالتحديث الرقمنة وإزداء الخدمات في علاقة بالمواطن. في المقابل تم إغراق الإدارة بالانتدابات العشوائية، فوفق إحصائيات 2017 فاق عدد العاملين في الوظيفة العمومية أكثر من 690 ألف عون، فيما بينت آخر إحصائيات البنك المركزي إنه معدل مردودية القطاع العام في تكوين الناتج المحلي الخام لم يتجاوز 21.3% نهاية العام 2017. وأمام استفحال الفساد في قطاعات الصفقات العمومية اللي تصل مستوى معاملاتها المالية 20% من الناتج الداخلي الخام، تتكبد خزينة الدولة سنوياً خسائر طائلة كان بالإمكان استثمارها في تغطية العجز والتنمية. في 2016
كشفت وزارة الوظيفة العمومية أنه المعدل العام للتأخير في الوظيفة العمومية يصل إلى 14%، فيما يصل في بعض الهياكل إلى 47%. وأشارت تقديرات الوزارة إلى وجود 2.7 مليون يوم عمل ضائع سنوياً في الإدارات التونسية اللي تفتقر أغلبها لنظام المراقبة الإلكتروني، إضافة لعدم استقرار المشرفين عليها وتغييرهم مع تغير الأحزاب الحاكمة، فيما يتسم سلم الأجور في عديد الحالات بلا عدل وعدم تقييده بمبدأ الجدارة والتقييم. فأي مقاربة نريد لإنقاذ الإدارة التونسية من الفساد وإصلاحها هيكلياً وتنظيمياً وأحياء قيمة العمل؟ أسأل نائب باش نحاولوا أنها تكون فقرة قارة مجدي أحسن. في كل مرة نختاروا تام معين ونوجه أسئلة مباشرة للمترشحين للانتخابات التشريعية. تفضل. شكراً. سؤال لاني نحب نحكيه على إصلاح الإدارة. إصلاح الإدارة هو أهم إصلاح وأم الإصلاحات، لأنه كما قوموش بإصلاح الإدارة ما نجموش نفذوا بقية الإصلاحات، وهذا شفناه خاصة معنا في الفترة السابقة علاش ما نجموش نطبقوا الإصلاحات هذه. الإشكالية الكبيرة المطروحة أنه نجم تكون عندك تشريعات جديدة تخرج، لكن هناك إشكالية متاع نجاعة الإدارة وتحسين الخدمات. كيفاش تنجموا مثلا انتوما شنو المقاربة متاعكم؟ لما سمعنا العديد من الائتلافات والى غير الاحزاب التقليديه اللي يقولوا مثلا باش نخرجوا جماعه من الاداره وباش نجيبوا معناها ناس جدد، فما هناك شيطنه للاداره، واللي هو معناها لازم نشوفوا اللي معناها اهم حاجه اللي هو لازم نرجعوا الثقه للاداره ونحاولوا نخدموا على اصلاح المنظومه في الاداره باش نعطيوها اكثر فرصه. شنو تصوركم من النقطه هذه؟ خاصه اصعب حاجه هي المواطن يحس ان الخدمات تحسنت، كيفاش تخدموا عليها؟ أكيد أنا معاك، لكن قبل كل شيء ما ننساوش اللي إدارتنا هي هيكل قوي ياسر اللي بعد الثورة شكون صمد في المؤسسات الكل؟ الإدارة لم تغلق حتى الدولة إدارة. وصلت بالإدارة دولة وصلت بالإدارة، يعني احنا عندنا عراقة في بناء الإدارة. شنو قعد؟ فما دي بروسيدور اللي هي نقولوا احنا ادمنستراتيف رزينة لوغد على المواطن واللي تعطل خدمات. احنا في أمل وعمل قلنا فما التحول الرقمي، سنقوم برقمنة الإدارة، كل مؤسسات الدولة سوف تمر إلى الرقمنة، وهذا عادي في ظل نحكيه على وزارة مسؤولة على هذا وقدمت فيه، لكن المشاريع قاعدة متعطلة. شنو تصوركم؟ تصور هذا حبيت نقول لك اللي حاولوا يعملوه اللي قبلكم ما نجموش. انتم كشباب شنو عندكم جديد؟ فما طرق. باش نعطيك مثال كي نمشيو لباب سعدون كل صباح شنو يصير؟ الاف يبداو يستناو، مئات ساعات نسى تولد في الثنيه، ساعات من الاربعه نتاع الصباح وما ساعتين يجي من القصرين باش يعدي، ما يعديش. وتعرف انت الاشكاليات الكل. احنا كي نجيبوا طالب ما نحكيوش اكسبير، طالب يقوم بابليكاسيون، هذا رقم المواطن، هذا رونديفو نتاعو، والطبيب في نفس الوقت هذه الليست نتاع المرضى اللي باش نعدي عليهم. راهو ساعات نغزروا الحاجات نعظموها ونقولوا لازم وزاره الاخرى تعدي للوزاره الاخرى، هات نمشيو في الفاسيليتي اونيد. لازمنا نكونوا كنواب دي فاسيليتاتور، لازم التشريعات تكون سهله في تطبيقها. لو انا نعمل تشريع يتطلب معناتها حاجات بيروقراطيه ونعاود ونرجع لنفس الشيء، هذا مش باش يمشي. كما قلت لك ساعات طالب من كليه المهندسين ينجم يحلها دي زابليكاسيون تيلي ستارتاب. عازل ستارتابور في تونس ياخذ فيهم العالم اجمع، واحنا في تونس مازلنا في الكتب واللي كي يتشارج وكل ما هو في الاطار. هذا اللي نحبوا عليه، هذا التجديد الجديد وعندنا الحلول. اللي بعد تفضل. السؤال الثاني حبيت نسالك مدام بسمة على تعرف الزيادات الاخيره اللي صارت في الوظيفه العموميه، ونشوفوا الزيادات كانت فيها مفارقات كبيره. وقت ناخذوا اقل كاتيجوري معناها زيادات كانت 87%، والكاتيجوري الكبيره اللي هي مثلا الكاتيجوري ا معناها الاداره العليا كانت زيادات 19% فقط. معناها وهذايا خلق صحيح ثم زيادات، لكن الاداره ما عادش عندها القدره الان لاستقطاب الكفاءات العليا. وثم نحكيه على مشروع نتاع لاوت فونكسيون بيبليك، شنو منظوركم للحكايه هذه؟ خاصه اللي نفهموا اللي لازمنا نحافظوا على المقدره الشرائيه لموظفين الدوله، كل الموظفين وخاصه الموظفين الساميين للدوله اللي من المفروض بيدهم القرار. علاش هما عندهم في العاده زايد ولا بريستيج ولا معناها بعض علاش؟ على خاطر بيدهم قرارات، وحتى لا يحتاج هؤلاء ذوي النفوذ داخل الاداره الى وسائل اخرى باش يحمي نفسه من اي وسائل خارجيه ويكون هو يعني يمارس عمله داخل النزاهه وداخل الشفافيه. انا يظهر لي السؤال هذا والسؤال اللي قبله اكثر من انه تقنيا شنو باش تعمل، لانه نحكي صحيح رقمنه الاداره صحيح
تحد أكثر ما يمكن من البيروقراطية. صحيح مركزة بعض المعلومات يلزم تكون الإدارات عندها معناها معلومات موحدة في مكان واحد، ما عادش نقعدوا هكذا. هذا الكل ينجم يصير، هذا تشخيص بس هذا الكل ينجم، هذا الكل نجم نعملوه، ولكن ما نجم نقدموه به هو وما قدمته سيادتك في السؤال الثاني إلا بإرادة حقيقية سياسية. رأوا إلى ما فماش إرادة حقيقية نحو تحسين المستوى الموظفين وتحسين مستوى الإدارات العليا بطريقة متطابقة مع مجهودهم ومع ما يقدموه ومع ما ينتجوه للإدارة وللبلاد، راهو مانيش باش نوصل لحتى شيء. يلزم تكون فما إرادة حقيقية، والإرادة الحقيقية كيفاش تتعكس؟ تتعكس من خلال دراسات جدية. معناها أنت ما عادش مسموح أنه وزير وهيكل متاع وزير ومجموعة دايرة بالوزير تقوم بقرارات وإلا تخرج مناشير وإلا تخرج قرارات تتعلق بالإدارة ما هيش مدروسة، فقط لأنه يحبوا يعملوا الرقمنة. نعطيكم أنا أنيكدوت صارت بعد 2011 بعام ولا عامين قبل، جيت شفنا ندخلوا المحكمة نلقاو يا سيدي الدنيا وخدمة وواحد، كنا كل شيء بشي يتبدل في المحاكم. شنو اللي يتبدل في المحاكم؟ تعاملونا تلافز قدام ما كل باب متاع متاع قاعة محكمة فما تلفزة، وليت وتلفزة هذيك فيها عدد الجلسات، حاجة جيدة جدا. لكن كي تمشي للكاتب باش تاخذ انت مقال الجلسة متاعك يقول لك جيب لي أوراق في يدك يا أستاذ ما عنديش أوراق، ويقول لك ما عنديش الوقت، ويقول لك راني ماشي نعمل سيجارو وارجع لي من بعد سامحني، وخاطر هو خاطر هو من ست من السبعة وثمانية متاع الصباح وهو واقف على فرد ساق خاطر ناقص موظفين. دونك المسألة مسألة رؤية شاملة مع بعضها، ما عادش ممكن أنه المحسوبية تدخل في القرارات وفي توجهات البلاد، ما عادش ممكن أنه الفساد يقعد مأساة في المؤسسات. سؤالي الأخير حاب نوجهه معناها السيد النائبة اللي هو كما شفتوا شفنا غيرنا كل شيء في تونس لكن ما غيرناش العلاقة بين الإدارة وبين الحكومة. معناها في العديد من الدول اللي خذت نظام برلماني الوزير يقوم بدوره السياسي، يدافع على برامجه ويدافع على الميزانيات نتاعه، وتسيير الإدارة يكون عليه مسؤول سامي اللي هو يقع تسميته على الكفاءة وبالشراكة مع مجلس نواب الشعب ومع الحكومة. ما يظهر لكش اللي هذا كان من العوائق اللي وقت ناخذوا وزراء يكونوا معناها عندهم معناها جايين من السياسيين وفي نفس الوقت نطلبوا منهم انه هما يسيروا الاداره نتاعهم والوزاره نتاعهم بطريقه فعليه على حسب النظام السابق. معناها كما كنا قبل 2010 هذاك يعتبر اشكاليه. تجاوب تفضل. الحقيقه مش ما فهمتوش مليح سؤالك، ولكن نحب ممكن نتفاعل معاه لانه نتعرف اللي في اختيار الوزراء فما شكون يختار وزراء من احزاب معناها دورهم سياسي، ولكن في نفس الوقت هما يختاروا ناس اللي هما عندهم مطلعين في الاداره ويعرفوا الاداره مليح، مثلا يختشف كابيني نتاعو اللي هو ولد الاداره ويعرف كيفاش تصير الامور في الاداره. لكن انا تقدر نحب ناكد على حاجه في الاصلاح الاداري، راهو اذا كان ما دخلناش كل اداره في وسط المنظومه نتاع الاصلاح راهي باش ترفضها. هو هنا يلزمنا نستوعبوا اللي راهو اذا كان نحبوا نعملوا اي اصلاح يلزم المنظمات الوطنيه لان هي النقابات اللي في الادارات الكل تكون مشاركه في العمل هذايا ويكون عندها دور وهي تقترح وهي تبرمج حوايج. فما من الحوايج الاخرين اللي قاعدين نشوفوهم مالوغوزمون تويكا في الاداره ونحكيوا برشا على رقمنه الاداره وفي بالنا اللي احنا قدمنا فيه. نعطيك ان اكزومبل سامبل اللي هو مازالنا في وقت البرنامج تفضل. كي وقت لا فما دي بلاتفورم يتعاملوا بوغ بايمون الكترونيك باش جو في سيتي ستيغ ولا سونيت باش تخلص انت فاتوره الماء والضوء في دارك وتجي انت وتبدا وتخدم وتبدا فرحان وانت خدمت الحاجه، وبعد بشهرين وثلاثه يتعطل السيت ويب ويقعد ما عادش يخدم وتولي تدخل في المشاكل نتاع السيت ما يخدمش. هذا يظهر لي مش قاعد يسهل الخدمه للمواطن. شكرا لك وفاء مخلوف، شكرا لك بسمه الخلفاوي، شكرا لك ايضا هاجر الشباح يعطيك الصحه، ناجي الزيري عفوا يعطيك الصحه حبيبه عجيله، شكرا لك مجدي حسن. بعد ربع ساعه من الان يجيكم سمير الوافي في وحش الشاشه، احنا نتلقى غدوه في نفس التوقيت في رونديفو 9. على خير ناس كلها.